محاضرة زكي علمك من اسمها هي زكاة للعلم. احنا بنتمنى الجميع يزكي بعلمه لنقل الخبرات عبر الأجيال. مهما كان هذا العلم، بصراحة هي ما كانت تستهدف أي قطاع معين ولا أي سكتور علمي معين، وهي ليست محاضرة علمية بمضمونها، ولكن هي تلقي الخبرات إدارية تنفيذية تخطيطية علمية بيننا وبين بعض. إذا في حوار، هذا الحوار بيثري ما بداخلنا جميعاً من الشباب اللي ما بتشتغل أو اللي بتشتغل، ستات مهندسين ومهندسات. ضيفنا كان بالحلقة الأولى المهندس محمد سويسة، بصراحة إحنا بنوجه له الشكر حتى لو إنه مش موجود لأنه بدأ معنا أول محاضرة. المحاضرة الثانية كانت مع المهندس ياسر دعسين، بنتشرف فيه، كان بالمحاضرة الثانية وهو اللي أثرى جواتنا إنه نتعب على المحاضرة الثالثة واللي راح يكون ضيفها المهندس رائد الصعوب. المهندس رائد الصعوب راح تقوم الدكتورة ليندا تتكرم بتعريفه وتقديمه لحضراتكم عشان يبدأ البرزنتيشن. أخذنا فترة بالتجهيز وبالتعارف، في ناس لها 14 سنة و 15 سنة مش شايف بعض، فهلا إن شاء الله بنبدأ مع بعض وإن شاء الله ما بتملوا وتنبسطوا، بنرجع بنكررها بزكي علمك 6 و7 و10. وإحنا ما عندنا مشكلة إذا في حدا بيشوف من نفسه إنه هو قادر وحابب إنه يوجه هذا العلم ويزكي علمه، يتوجه لنا إحنا كلجنة اجتماعية مشان نقدر نحضر معاه للمرات القادمة، ورح تستمر معنا هلا مش مع نهاية 2017، رح تضل معنا إن شاء الله لل 2018. تفضلي دكتورة. شرفني اليوم باسمي وباسم مجلس شعبة الهندسة الكيميائية وباسم مجلس نقابة المهندسين أن أرحب بكم جميعا وأشكركم جميعا على حضوركم، ونشكر أكيد لجنتنا العلمية على نشاطها على هذا البرنامج المميز، برنامج ذكي علمك اللي عم تقوم بتنفيذه وصار يعني شيء عم بيصير بفترات متقاربة، يعني تقريبا كل 3 أسابيع كل شهر بالكثير عم بيكون عندنا محاضرة غنية ومثل هاي المحاضرات، فاحنا بنتقدم لهم جزيل الشكر. بيشرفني رحب أصحاب المعالي والعطوفة والسعادة وزملائنا الكرام من مهندسين، وسواء مهندسين خبراء أو مهندسين حديثين تخرج. وبسطنا جدا نشوفكم اليوم هون احنا يعني بنقابة المهندسين بشكل عام وشعبة الهندسة الكيميائية بشكل خاص، نحب دائما نتواصل مع زملائنا، بنحب نسمع منهم ويسمعوا منا. عندنا أنشطة مختلفة على كافة الأصعدة التعليمية، أنشطة اجتماعية، هاي اللجنة لجنة اجتماعية مع هيك زي ما انتم شايفين بتنفذ يعني برامج ثرية مهنية، بنركز في شعبتنا على البرامج المهنية، بنحاول ان نرتقي بهندسه الكيميائيه بشكل اساسي، نعطيها حقها لانه احنا نعتقد انه شوي الهندسه الكيميائيه في الاردن مظلومه شوي. فلما نحكي عن مواضيع مختلفه يعني لما نبرز خبرات مهندسينا، من نعرف الناس احنا شو بنساوي، نعرف الناس قيمتنا كمهندسين كيميائيين، على امل ان شاء الله انه نوصل لاعلى المراتب والتقدير وناخذ المكان المستحقه كمهندسين كيميائيين مثلنا في الأردن، مثل كل دول العالم اللي يعتبر مهندس كيميائي فيها رقم واحد، خصوصاً في الدول المتقدمة الصناعية مثل أمريكا وكندا وألمانيا، كل هاي الأماكن بتحس إنه فعلاً مهندس كيميائي شخص مميز. واليوم معنا شخص مميز جداً إن شاء الله، المهندس رائد الصعوب، رح نستمع له. شرفنا بمبادرته إنه هو يعطينا من خبرته. مهندس رائد الصعوب بصراحة يعني لما بعثوا لي السيرة الذاتية تبعته قلت ما شاء الله، يعني بصراحة إذا بدي أقعد أحكي عن كل خبراته اللي مر فيها رح ناخذ تقريبا ربع ساعة رح نحكي عنها، فعشان هيك رح نعطي نبذة مختصرة جدا. مهندس رائد الصعوب مهندس كيميائي تخرج من الجامعة الأردنية، ما بدي أحكي أي سنة. مهندس رائد الصعوب بدأ عمله في شركة البوتاس، تدرج بالعمل من مهندس إنتاج في الملاحات إلى نائب مدير عام الأبحاث والدراسات. حسب رواية البعض يعني لولا بعض الشغلات والواسطات كان المفروض كمان يعني يكون مدير عام في مكان ما، بس هاي عاد ماليش دخل أنا فيها. انتقل بعد هذه وأسس مجموعة من شركة مجموعة المناصير، كان مدير عام المجموعة، عضو مجلس إدارة عدة شركات فيها.
اختار نهاية، وهذا بتهيأ لي اللي مفروض كلياتنا انه نوصل له، انه يأسس شركته الخاصة، وهو شركة تطوير المشاريع، ثم شركة تطوير تجارة وصناعة، وشركة تطوير تجارة، ثم شركة تطوير الصناعة. فيعني من تميز على مستوى وطني أخذ الخبرة وحولها لإنجاز يعني على مستوى تطويري. فحتى من أسماء الشركات وأفكارها بحيث إنه يعني موضوع تطوير يعني التطور المستمر والتعلم المستمر في دم المهندس رائد. فإحنا اليوم نتشرف في استضافة خبير الأسمدة البوتاسية مهندس رائد الصبعو، ونتشرف إن نسمع منه، وأهلا وسهلا فيكم جميعا. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل الشكر والاحترام لهالجمعة الطيبة، أكرمتونا بحضوركم. إن شاء الله تكون هالمحاضرة تفي بالغرض اللي طلبوه أخواننا في النقابة وأخواننا أصدقائنا وأحبانا. تطفي ولا تطفي؟ أوقف هون أحسن؟ مش هيك؟ راح أتحدث اليوم عن البحر الميت. من هذا البحر كنوز تستدام منها الحياة، تحت محاضرة زكى علمك. كانت أول مرة بعرف إنه العلم بتزكى، فإن شاء الله تكون مقبولة عند الزكاة، وكان موعدها في هذا اليوم. قصتي مع البحر الميت عمرها 28 عاما، وسأبقى أرويها لتعظيم الفائدة من هذه الكنوز غير متناهية مدى الأجيال. وهذه كنوز البحر الميت. كمقدمة، قصتي سأرويها عن البحر الميت وكنوزه، وعن ما تم استغلاله لغاية الآن من هذه الكنوز. مهمتي في هذه المحاضرة هو التالي: زيادة وعي الحضور عن كنز الأردن الحقيقي ألا وهو البحر الميت، من تحفيز أجيالنا للنظر بتمعن وشغف للاستفادة من هذا الكنز، ثالثا تركيز الضوء على أحد أهم ركائز اقتصادنا الوطني. في المحاضرة راح يكون في رسائل مهمة، نتمنى أنه نقدر نجيب عليها أو أجيب عليها في خلال هذه المحاضرة. هل نعلم ما يكفي عن تاريخ هذا البحر وكنوزه؟ هل نعلم ما تم استغلاله من هذه الكنوز لغاية الآن مقارنة مع ما يمكن تحقيقه؟ وإن نظرنا إيجابيا للوضع الحالي، إن شاء الله تكون النظرة إيجابية للوضع الحالي بغض النظر عن كل التاريخ، هل سنستطيع أن نخلص سوية بعد هذه المحاضرة إلى خارطة الطريق تؤدي إلى تعميق العائد من هذه الكنوز؟ أهلاً، أهلاً، كيف حالك؟ أهلين، شرفت، أهلين، يا أهلاً، أهلين. وبالنهاية أتمنى من الله العلي القدير أن يتقبل مني هذه المحاضرة كزكاة لما من الله علي من علم. نبدأ الجزء الأول، وهذا الجزء عنوانه الرئيسي البحر الميت وكنوزه. رح أحكي على بعض التعريفات، رح أحكي عن التاريخ، رح أحكي عن مستوى سطح البحر، رح أحكي عن مخزون هذه الكنوز، ورح أحكي عن شجرة الحياة من البحر الميت. بداية حتى نعرف إيش المعنى أو الاسم المسمى المصنف لاسم البحر الميت كمياه. كيف نصنف هذه المياه في البحر الميت؟ تقسم المياه على الكرة الأرضية حسب ملوحتها إلى 5 تصنيفات رئيسية. بداية مياه مقطرة، فبالتالي هي distilled water، التي دي اس تبعها أو كمية الأملاح اللي فيها زيرو. رقم 2 هي المياه النقية اللي بنشربها fresh water، ونسبة التي دي اس فيها من 0 إلى 500.
المياه المالحة والتي تسمى البراكش ووتر، كمية التي دي اس فيها من 500 إلى 30,000، ومياه البحار السيلاين ووتر التي دي اس فيها من 30,000 إلى 50,000، وآخر شيء هو مياه المحاليل الملحية أو المحلول الملحي البراين الذي هو من تصنيفات البحر الميت، دائما التي دي اس تبعته 350,000 بارت بير مليون. بالنسبة للبحر الميت، ملوحة البحر الميت الأعلى عالمياً التي دي اس فيها 350,000 بارت بير مليون. ماذا يحتوي هذا البحر من كنوز؟ المقارنة اللي موجودة هون حالياً، مياه المحيطات ماذا تحتوي من أملاح؟ مياه البحر المتوسط Mediterranean Sea قديش بيحتوي الأملاح؟ وكم هي مقارنتها مع البحر الميت؟ فإذا بدينا بالكلوريدات، المحيطات فيها 19,000، البحر المتوسط 22,900، البحر الميت 250,000. المغنيسيوم 1,350 في المحيطات، 1,490 في البحر المتوسط، 44,000 في البحر الميت. صوديوم 10,500 في المحيطات، 12,700 في الميديترينيان، 40,000 في الصوديوم في البحر الميت. كالسيوم 400 ب470 وفي البحر الميت 17,200. نأتي للملحين الأخيرات واللي هم أهم ملحين اللي قامت عليهم الصناعات في البحر الميت. البوتاسيوم في المحيطات 390 وفي الميديترينيان 470 وفي البحر الميت 7,650. البرومايد 65 ب76 و5,300 في البحر الميت. لكن هذا المخزون تحاليله الكيماوية، لكن كم يحتوي من كميات هذا البحر؟ هذا البحر يحتوي من ملح المغنيسيوم كلورايد 22 مليار طن، هذا مخزون البحر الميت. من الملح NaCl الملح الطبيعي 12.5 مليار طن. كالسيوم كلورايد 6 مليار طن. KCl وهو البوتاس 2 مليار طن هو مخزون البحر. كمية الإنتاج في شركة البوتاس العربية حوالي 2.5 مليون، والجانب الآخر تقريبا نفس الرقم. فإذا افترضنا أنهم 5 مليون طن، هذا المخزون يكفي ل 400 عام. بالنسبة للمغنيسيوم برومايد في تقريبا 1 بليون طن، كمية الإنتاج من الجانبين حوالي 400 ألف طن، فهذا كمان بكفي له 700-800 سنة. وبالأخير الجبسون. الآن لنتحدث قليلاً عن مستوى البحر الميت قديماً وحديثاً. لنبدأ بحديثاً أول. حديثاً في علم التاريخ المئة سنة والألف سنة ما لهم وجود. البحر الميت هذا وجد من 12,000 سنة. الفالق اللي موجود، الفالق الإفريقي الآسيوي عمره 12 مليون سنة، وعمر البحر الميت عمره 12,000 سنة. فإذا دخلنا على مستوى البحر الميت من عام 1810 إلى عام 2010، راح نلاحظ أنه كان دائماً في مستوى العالي، واللي كان البحر فيه جزئين. أكثر مستوى كان واصل في عام 1930، من هذاك التاريخ هذه الفترة هي أعلى مستوى في البحر الميت في الوقت الحالي. لكن بعد 1930 بلش مستوى سطح البحر ينزل بنسبة 30 إلى 35 سنتي نتيجة تغير المناخ في المنطقة. ومن ثم في عام 1960 61 و62 عندما تم جر مياه نهر الأردن بلش الانهيار في البحر الميت بهذه الصورة، اللي كان 75 سنتي بالزمانات 85 بعديها أصبح متر، وأصبح اليوم متر وربع نزول مستوى سطح البحر سنويا. لكن هذا التاريخ كان له تاريخ قديم للبحر الميت. قبل 2000 سنة في البرونز ايج كان مستوى البحر الميت أعلى مما هو عليه في العهد اللي احنا فيه هون. ومر على فترة البحر الميت انخفاضات كثيرة، وهذا واحد من الانخفاضات في الايرون ايج، ثم ارتفع
حتى وصل في البيزنطينيان أقل مما هو عليه في عام سنة 30. عشان هيك أي واحد بروح اليوم على الكنيسة في مادبة وبشوف الفسيفساء وبشوف كيف البيزنطيين كانوا شايفين البحر، كانوا شايفينه جزء واحد وليس جزئين. فبالتالي هذا المستوى دليل على أنه كان في هذا الانخفاض في البرونز إيج. حاليا هذا هو مستوى البحر الميت، حوالي 425-428 متر تحت مستوى سطح البحر. فهذا البحر لأنه بحر مغلق دائما تتغير فيه مستوى المياه نتيجة تغير الظروف الجوية في المنطقة. هذا بالنسبة لمستوى البحر الميت. في هذا البحر حياة. ما هي الحياة؟ هذه الشجرة تمثل حياة البحر الميت بجميع فروعها الخمسة، إن كان البوتاس كبداية، وإن كان البرومين الثاني، وملح المغنيسيوم، وملح الطعام، وملح الكالسيوم. في هذا البحر حياة. هذه شجرة حياة البحر الميت، أغصانها تحمل أساس الكنوز في هذا البحر، وأوراقها هي ما يمكن أن نصنعه لأجيال الأردن الحبيب. حقيقة هم خمس مواد رئيسية وثلاثة وسبعين صناعة يمكن بناءها من خلال هذه الشجرة. ما هو مستغل منذ نشأة بلدنا الحبيب خلال المئة عام السابقة، المئوية الأولى؟ ماذا أخذنا من هذا البحر؟ ما استغلنا منه؟ هذه الشجرة تمثل الأشياء التي تم استغلالها، وباقي السواد لغاية الآن لم يستغل. من أربع مواد أساسية رئيسية يوجد 17 صناعة في الأردن قائمة، وهذه الصناعات القائمة 1-2-17. لكن حقيقة 16 صناعة منها فقط، أو 16 منها فقط صناعتين رئيسيتين، البوتاس بكلوريد البوتاس ونترات البوتاس، ومن ثم البرومين إن كان كمادة خام، أو ثلاث مشتقات رئيسية بالإضافة للكلورين في مصنع البرومين. الخلاصة من أصل 17 صناعة فقط 7 صناعات حقيقية، والباقي 10 صناعات إما متوقفة وإما صغيرة. بعض الأشياء المتوقفة في الأردن زي البوتاسيوم سلفيت في مصنع جافكو متوقف، زي مادة الدي سي بي دايكالسيوم فوسفيت العلف أيضا متوقف في كيمابكو، والباقي هو الصناعة الأساسية كانت صناعة البوتاس وصناعة البرومين. برغم أن الأوراق المضيئة كانت قليلة، ولكن عوائد العمل الصعبة السنوية لشركة البوتاس العربية والشركات الحليفة تصل إلى 1 بليون دولار، 1 مليار دولار سنويا، برغم هذه الأوراق اللي فقط مضيئة بشكل بسيط، لكن عوائد البلد من هذه الشركة ومن شركاتها التابعة تصل إلى 1 بليون دولار. عدد العائلات المستفيدة بصورة مباشرة يصل إلى حوالي 3000 عائلة، إضافة إلى عائلات أخرى تستفيد بشكل غير مباشر من شركة البوتاس وشركاتها الحليفة. خلاصة، تخيلوا لو تم إضاءة أوراق أخرى، إذا هذه كم من ورقة، ورقتين البوتاس والبرومين حولوا هذه العملة الصعبة للبلد. فنتأمل إنه هاي الأشياء تتغير وتضيء مرة أخرى. الجزء الثاني من هذه القصة سيكون الحديث فيه عن البوتاس، عن البرومين، وعن مشتقاتهم. انتهينا من البحر الميت، حكينا عن مخزونه، حكينا عن الصناعات القائمة حاليا والصناعات المستغلة وغير المستغلة. نتحول إلى أهم صناعتين بالأردن اللي هم صناعة البوتاس وصناعة البرومين ومشتقاتهم. أحاول من خلالها أتحدث عن كيف يتم تصنيع هذه المواد، ما هو التاريخ لهذه الصناعات، موقع الأردن في العالم من هاتين الصناعتين. لنبدأ بالبوتاس، كيف يصنع؟
نبدأ في أول سلايد يتحدث عن البحر الميت. هذا هو البحر الميت، وهذه هي ملاحات شركة البوتاس العربية، والمصنع يقع في هذه النقطة. نعمل زوم شوي. الملاحات اللي حكينا عنها، هذه هي الملاحات تم بنائها. بس عشان نقرب الأرقام، هاي مساحتها 100 كيلومتر مربع. كمية الرمال التي جرت من الجبال لبناء هذه السدود تعادل 3 أضعاف ما تم وضعه في السد العالي في مصر، بس لتعرفوا حجم الدايكات هاي الموجودة. كنا ننزل جولات عليها، طول الجولة كان عبارة عن 100 كيلومتر، وإحنا ماشيينها من الصبح بالليل عشان نأخذ العينات. زوم أكثر. هذه الملاحات تنقسم إلى قسمين. حتى أبسط الموضوع بطريقة بسيطة، لو فرضاً عندنا 3 أنواع أملاح: ملح البوتاس، ملح المغنيسيوم، والملح الطعام. حاولنا نذوبهم في مي. أول ملح بذوب هو ملح المغنيسيوم، ثاني ملح بذوب هو ملح البوتاس، آخر ملح بذوب هو ملح الطعام. حتى ملح الطعام نكد، بيسوي الضغط وبيسوي الدنيا، ومنكد كمان على المي، لا يرغب بأن يكون ذائباً. لكن لما يصبح هذا الأملاح مذاب بهاي المياه ونحاول ترسيبها، أول ملح يترسب هو ملح الطعام، لأنه لا يرغب أن يكون في الليكويد ستيت، وبعدها ملح البوتاس، وآخر ملح المغنيسيوم. فحقيقة هذا الكونسبت اللي شرحته قبل شوي هو كونسبت الملاحات بالكامل. الجزء الأول فقط لتبخير المياه، يعني مياه البحر الميت يتم ضخها إلى الملاحات. تبدأ رحلة المياه من هذه النقطة إلى ملاحات الملح، ومن ثم إلى ملاحات المادة الخام لصناعة البوتاس، وتعود بحوالي سنة متواصلة. هذا عمر نقطة البحر من بداية ضخها إلى إرجاعها إلى البحر الميت. الجزء الأول من ملاحات الملح، ويشكل 70% من المساحة، هي فقط لترسيب ملح الطعام وتجهيز المحلول الملحي لترسيب البوتاس. حقيقة زي ما قلنا قبل شوي، المغنيسيوم بيحب أو يعني أكثر واحد ناعم وبيدخل بالمي. حتى البوتاس لما بده ينزل ويترسب في الملاحات الأخرى لازم يأخذ معاه كمان مغنيسيوم وهو نازل، وتترسب المواد على شكل مادة أولية تسمى كارنالايت، وهي عبارة عن ملح المغنيسيوم وملح البوتاس وست جزيئات مي. يتم ترسيبهم في هذه الملاحات. بعد أن ينتهي الترسيب يتم إرجاع المياه إلى البحر الميت مرة ثانية. نحول الحكي كمان لأرقام. يتم ضخ حوالي 300 مليون طن من المياه من البحر الميت إلى هذه الملاحات. يتم إرجاع 150 تقريبا إلى البحر الميت، ويبقى 150 منهم 120 تقريبا إيفابوريشن وتبخير في هذه الملاحات كاملة. ترسيب في هذه الملاحات سنوياً 14 إلى 16 مليون طن ملح سنوياً يترسب في هذه الأملاح. أملاح الكارنالايت يترسب سنوياً حوالي 10 إلى 11 مليون طن، وهي ما تكافئ إنتاج 2.5 مليون طن من مادة البوتاس. بعد ما يترسب هذا الكارنالايت في هذه الملاحات، وهي بأعماق تصل إلى 2 متر إلى 3 متر تقريباً، يوجد حصادات خاصة تم تصميمها في شركة البوتاس في ذلك الوقت، وهي التي تأخذ هذا الكارنالايت وتذهب فيه إلى المصانع في غور الصافي عبر المضخات والبوستر بومبس. هذه المصانع تقسم إلى مجموعتين من المصانع: ما يسمى بالهوت ليتش أو البلورة الساخنة، لأنه هذا كمان الكارنالايت الذي تم ضخه من هذه الملاحات إلى هذا المصنع كمان لم يكن بيور، حتى ملح الطعام ننكد عليه ونزل معه. فبالتالي دائما نحصد حوالي 84% كارنالايت و16% ملح طعام. فالوضع الطبيعي في البوتاس حتى ينباع، لأنه عبارة عن مادة سماد، يجب أن لا يكون فيه ملح طعام بهذه النسب، نذهب فيه إلى البلورة الساخنة. البلورة الساخنة في البداية يضاف الماء، فملح المغنيسيوم يذوب ويعود مرة ثانية إلى البحر الميت. انتهى ملح المغنيسيوم، يتبقى شيء يسمى ملح الطعام وملح البوتاس، واسمه سلفانايت. كان اسمه كارنالايت وأصبح اسمه سلفانايت.
هلا السلفانايت هذا عباره عن ملح طعام برضه نكد وملح البوتاس. الطبيعه وحتى يمكن الستات بيعرفوا اكثر من هذا بهاي المعلومه بانه عاده لما اي ست بدها تطبخ طنجره بريستو وبدها تحط شوربه عدس مثلا لا يمكن انها تملح الطبخه الا بعد ما تفتح الطنجره، لانه ملح الطعام لا يذوب في او ذوبانه قليل في درجات الحراره العاليه. هذا المبدا اللي ستاتنا بتستعملوه كمان المصنع عندنا بيستعمله، يتم اضافه ماء ساخن براين او مادر ليكر مهمته اذابه البوتاس، لانه الملح ما بيذوب، والملح يتم زدته في هاي المنطقه كمان بننتج كل طن ننتجه من البوتاس بنطلع طن ملح مقابله. فاذا كان انتاجنا السنوي 2 مليون طن في 2 مليون طن ملح يتم رميها هنا. فاصبح اليوم البوتاس في مي سخنه بيذهب الى هذه المبلورات يبلور ويتحول الى بوتاس. هذه الصناعه تم بنائها من الاجانب صحيح بدايه حياتها ب 82 وبكوادر اجنبيه، وكانت الكوادر العربيه تساعد في تلك الفتره، لكن كوادر اردنيه اخرى قامت بتطوير ما يسمى بالبلوره البارده. هذه التكنولوجيا تم تطويرها في شركه البوتاس عبر بايلوت بلان، تمت اعداد التجارب له واعداد التصميمات بالكامل وتم بناء المصنع. هذا المصنع البلورة الساخنة ينتج 1,400,000 طن، وهذا تقريبا حوالي 800,000 طن مصنعين آخرين في البلورة الباردة. وكانت الفرق ما بين هذه وهذه أن ما يتم حصاده اللي كان نحكي عنه 84% كرنلايت و 16% ملح فقط نخلوا شباب البوتاس. في التنخيل دائما السايز الكبير يبقى 96% كرنلايت و 4% ملح، يتم تعويم الملح بطريقة سريعة ويتم بلورتها بالبلورة الباردة. بالنهاية هذا البوتاس يذهب إلى المستودعات ويتم تصديره إلى العقبة عن طريق العقبة. البرومين، كيف يصنع البرومين؟ آخر ملاحة من ملاحات البوتاس هي ملاحة تركيزية، يبقى البرومين يرتفع وهذه الملاحة من هنا يتم إرجاع المياه إلى البحر الميت، لكن هذه أكثر ملاحة فيها تركيز، يتضاعف تركيز البرومين، فتم أخذ قرار ببناء مصنع البرومين وهي المادة فوليتايل خطرة، وهذا هو مصنع البرومين والذي يتم الضخ له من هذه الملاحة بتركيز البرومين. هذا شكل المصنع. لا يمكن تقدر تنتج برومين بدون ما تنتج كلورين. كل طن برومين يحتاج إلى نص طن كلورين. هذه كبداية لحتى ما يطلع البرومين الخام، وتقوم شركة برومين الأردن بتصدير جزء من الخام، ويتم تصنيع ثلاث منتجات أساسية في داخل البرومين شركة برومين الأردن. هذه المنتجات البرومين الأساسي والذي يستعمل في كثير من الصناعات، هو مادة أساسية في الدهانات، في البرفيومز، في الأم ريتاردنت. واحدة من المنتجات المهمة لشركة برومين الأردن والمميزة فيها هي التترا بروم بيزفينول A وهو فليم ريتاردنت. المنتج الآخر الذي يستعمل في الأويل دريلينج أبليكيشن، كل آبار النفط في الخليج لازم تستخدم هذا المحلول الكالسيوم برومايد وهو ينتج بالأردن. ملاحظة بسيطة، حجم الاستثمار الأردني في هذه الشركة حوالي 15 مليون دينار لما بلشت، حجم الإيرادات لغاية الآن حوالي 300 مليون فقط للحكومة رد لهذا المبلغ. بالإضافة للبوتاس والبرومين سنعرج بشكل سريع على كيمابكو والنوميرا ماذا يصنعون. كيمابكو شركة في العقبة تصنع مادة اسمها نترات البوتاسيوم، تأخذ البوتاس من شركة البوتاس العربية وتأخذ الأمونيا من شركة الفوسفات، تحول الأمونيا لنيتريك أسيد ومن ثم إلى بوتاسيوم نيتريت. منتجاتهم ويشكلون من العالم حوالي 15% من سوق العالم، وهي مصنع على أعلى التقنيات. بالنسبة للنوميرا، شركة النوميرا استغلت نعومة ملح المغنيسيوم اللي حكينا عنه بأنه لطيف ومحترم وأبصر إيش، هو يستعمل في الكوزماتيكس. معظم خلايا الجسم تحتاج إلى المغنيسيوم حتى يعيد نشاطه،
فصاروا حولوا معظم المنتجات إلى كوزماتيكس وسكين كير برودكتس. إضاءة شبه نهائية تقريباً على الليثيوم. الليثيوم زي ما تعرفوا في البطاريات يستعمل الآن وهو ترند عالمي. في كل البوتاس والبحر الميت كان أعلى نسبة للليثيوم هي في 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 ملاحة الأخيرة التي البرومين يأخذ منها حوالي 31 بارت بير مليون، لكن هذه النسبة الضئيلة بالرغم من انخفاض نسبته في البحر الميت مقارنة مع المصادر الأخرى إلا أنه قد يكون هناك مجال لاستغلاله. كمية المخزون حوالي 2.5 مليون طن في البحر الميت من الليثيوم. شركة البوتاس العظيمة. بدأت شركة البوتاس سنة 56، تم وضع بذرة الجنين من العرب. العرب عمرهم ما اتفقوا بحياتهم إلا بشركة البوتاس العربية، هو الإشي الوحيد اللي اتفق عليه العرب فقط. فحطوا هذه البذرة لولادة جنين البوتاس. ظلوا هالوليد حوالي 20 سنة إلى سنة 76، فكانت بداية الحكاية. وكانت بداية الحكاية من رجال يسموا رجال الخيمة، وحقيقة رجال الخيمة كانوا عايشين بهاي الخيمة. أول إشي قبل ما شفتوا هذا كل الإنجازات، هذه الخيمة اللي كانوا يعيشوا فيها رجال الخيمة الثلاثة اللي متواجدين معنا في هذه القاعة. أبتدأ بالمهندس يونس مدادحة. المهندس المدني، مهندس السدود في بداية حياته كان في هذه الخيمة. نكمل إلى المهندس عيسى قمو. المهندس عيسى قمو كان وما زال وهو مدير المشاريع في شركة البوتاس العربية، وعلى رأسهم معلمي الكبير السيد عوني عمارين، مدير الأول في شركة البوتاس العربية. رجال الخيمة هذول بقيوا من 76 إلى أن تم عام 1982 افتتاح شركة البوتاس العربية بحضور جلالة المغفور له الملك حسين طيب الله ثراه وسمو الأمير الحسن الله يطول بعمره. تم الافتتاح سنة 82، وفي نهاية العقد الثمانينات أصبح الأردنيون يديرون الشركة. كيف؟ جاء معلمنا الكبير المهندس ناصر السعدون، وكان برفقته رحمة سليمان الهواري في ذلك الوقت، عربوا البوتاس. أنا برأيي كيف صار تعريب الجيش الأردني؟ صار في تعريب للبوتاس، تم إزالة كل الأجانب وتحويل الأردنيين أن يقوموا بالإدارات، وشاركهم في ذلك الفترة الدكتور ونس الهنداوي. وبقيت الإدارات عوني عمارين، يونس المدادحة، عيسى قمو، وجاء مهندس رائع اسمه إبراهيم الحلالمة مدير المصانع. كان شخص صلب لكنه لا يظلم. وكان كل البوتاس الذي ينتج كان يحتاج إلى تسويق. سوق سابقاً من جعفر سالم المتواجد حالياً، وما زال لغاية الآن 35 سنة وهو يسوق مادة البوتاس. طبعاً كل هذول الناس المدراء واللي هم أساس العمل هذا كله كانوا يحتاجوا دائماً إلى مسكن ومأوى يضبهم وأكل. فجاء أبو ليث الله يطول محمد الحباسمي، وكان يكرمنا دائماً. وكنا إذا مرضنا لا نلقى إلا الدكتور طلعت يطببنا ويجعل منا. هذا الحكي كله في عقد الثمانينات. في عقد التسعينات هو عقد التوسعات في الإنتاج وعقد بداية استغلال كنوز البحر الميت. جاء إلى الشركة معالي الدكتور صالح رشيدات
الذي سن في تلك الفترة قبل 20 عاماً ما يسمى بالحاكمية الرشيدة التي نتغنى بها الآن. حاكمية رشيدة بأن يكون هو المسؤول عن التوسعات المستقبلية في مياه البحر الميت، ويترك الإدارة إلى المدير التنفيذي في تلك الفترة المدير العام المهندس ناصر السعدون وإداراته بالكامل ليقوموا بالإنتاج والتوسعات. فعلى في عهده تم صناعة البرومين وتمت صناعة كيمابكو، فكل الاحترام معاليك. القرن 21 مر عقدين منه، 20 سنة تقريبا، 17 سنة، هو كان فيهم أنا برأيي الشخصي هم عقدي الثبات والرقي في شركة البوتاس العربية، وهي عقود بتمنى أن تكون استغلالا آخر لكنوز البحر الميت، والآن الذي يترأسها معالي جمال السرايري الله يطول بعمره. هذا تاريخ شركة البوتاس العربية. أمنياتنا لبوتاس القرن 21 أن تبدأ أوراق شجرة البحر الميت المظلمة باستعادة بريقها بسواعدنا جميعا في ظل بلدنا الحبيب وقيادته الهاشمية الحبيبة، لكي نصل بهذا اللون إلى هذا اللون في أقرب ما يكون بأمر الله. حقيقة من لا يشكر الناس لا يشكر الله. الشكر بداية لله على ما من علي من نعم، لكن حقيقة شكرا بداية لمن درسني العلم في الجامعة، شكرا لمن درسني المهنة في شركة البوتاس العربية ومدراء الأكارم، شكرا لنقابة المهندسين على هذه الاستضافة الكريمة، شكرا لشعبة الهندسة الكيماوية على إتاحة هذه الفرصة لي لأعرض ما تقدمت به، شكرا للجنة الاجتماعية الكيميائية على حسن التنظيم، شكرا يا أصدقاء ويا أحباء الذين لبوا هذه الدعوة للحضور، أخيرا شكرا لزوجتي المهندسة الكيماوية المبدعة ميس الساكت على دعمها وعلى شجرة حياة البحر الميت التي صممتها. محاضرة زكي علمك يعني هي عبارة عن شعار كلنا نتبناه في الأردن للعمل التطوعي في العمل العام، يكون الوضع غير الوضع اللي احنا فيه. يعني احنا بنطالب الشركات الأجنبية اللي بتشتغل في الأردن انه تشغل بعض الخبرات المحلية مشان نقل المعرفة، ونحن نملك هذه المعرفة. فكل الشكر والتقدير لهذا الجيل العملاق الذي تعلمنا على يده وتعلمنا الكثير منه وزرع قيم هندسية وقيم ومبادئ أخلاقية مهنية قبل أن تكون علمية في هذا الجيل. نتمنى أن يستمر هذا العطاء ولا يكون هنالك انقطاع بين الأجيال، وستبقى نقابة المهندسين دائما تفتح ذراعها لكل هذه القامات الوطنية التي نعتز بها وهذه الخبرات التي بنت الأردن بكل مؤسساته، وشركة البوتاس واحدة من هذه الشركات التي نعتز بها والتي تدعم الاقتصاد الوطني. كل الشكر والتقدير لكم في بيتكم النقابي، وعاجزين عن تقديم الشكر باسم مجلس النقابي، وأهلا وسهلا بكم. هو الحقيقة يعني هاي مش لازم أنا أتكرم فيها، لازم يتكرم فيها رجال الخيمة حقيقة، لازم هم اللي أكثر يكونوا أصحاب هذا التكريم على علمهم واللي أعطونا إياه. نيابة عنكم إذا بتسمحوا لي أقدم هذه للعم أبو غازي نيابة عن الجميع، عن الجميع بكون شاكر لك كل الاحترام، كل الاحترام، كل الاحترام، كل الاحترام، كل الاحترام. معالي الدكتور صالح الشلال، طبعا الشكر للنقابة وبالهندسة الكيماوية، وهذا يعني حقيقة منعطف جديد، وإن شاء الله إنه يعني يستمر. وأنا بعتقد من هالوجوه الطيبة اللي موجودة في قدرات هائلة وخبرات هائلة تستطيع إنه تتكلم في مواضيع غائبة عن بال كثير من الأردنيين. طبعا الأخ رائد حكى عن كنوز البحر،
أنا بعتقد إنه كنوز البوتاس هم الناس اللي قاعدين موجودين هنا في هذه القاعة وعلى رأسهم خلينا نقول عمدة البوتاس أبو غازي الله يطول عمره. كل واحد فيهم الحقيقة وأنا كان لي الشرف إني خدمت في هذا القطاع لفترة يعني معقولة تعلمت فيها تعرفت على الأوضاع من الداخل وأشهد بالله إنه كل شخص فيهم في أي موقع حتى أبو الليث وهو مدير الإسكان يعني كل واحد فيهم هو صاحب مهنة عظيمة هو صاحب إنجاز عظيم كلهم بيتشابكوا مع بعض في خدمة الأردن بيقدموا للأردن زي ما حكى الأخوات الكثير من المزايا وعلى رأسها هذا الإنتاج الهائل اللي أصبح يشكل جزء من مدخولات الأردن بالعملات الصعبة. طبعاً يا إخوان في البوتاس اللي أنا بعرفها بيكون دائماً الواحد يعني قريب من مجموعة معينة. أنا يعني بالصدفة كنت في الإدارة العليا فتعلمت كثير من أبو غازي وتعلمت كثير من جعفر سالم تعلمت من رائد نفسه من يونس من عيسى من كل اللي كانوا قريبين مني تعلمت منهم أشياء كثير وبعتز فيها وبعتقد إنه هذه الشركة جديرة بكل الاحترام وأنا بعتقد إنها قادرة هذه الشركة إذا الله وفقها في أنها تحقق مزيد من الصناعات ولو بالمقارنة يعني مع الجانب الآخر اللي هو بيستعمل نفس المياه وطبعاً سبقنا هو الأسواق العالمية ولكني بعتقد إنه عندنا كفاءات عالية قادرة إنها تدير صناعات شبيهة بالصناعات اللي موجودة هناك ويعني هذا إن شاء الله إنه هذا الكلام يوصل للمسؤولين وأنا من هنا مرة ثانية بحيي كل اللي جالسين بحيي زوجته لرائد اللي عنده الشجرة وإن شاء الله إنه هذه الشجرة بتتمها منورة إن شاء الله وتكبر وإن شاء الله جميعا نلتقي على مناسبات طيبة ثانية وكل الشكر لرائد اللي اليوم أتحفنا معلومات هائلة عن قضايا إحنا كنا عايشين فيها بس شايفينها من الداخل هو شافها من فوق وبالتالي أنت مبدع طول عمرك وإن شاء الله الله يعطيك الصحة ويعطيك البالك إن شاء الله الله يكرمك شكرا كل الاحترام نرجو من المهندس ناصر السعدون عمار غازي كمان يتكلمني السلام عليكم السلام نتذكرني في البوتاس صار هسه من 17 سنة تركناها شركة البوتاس شركة عربية أول مشروع عربي ناجح شارك الدول العربية كان مفخرة بالنسبة للأردن اللي كان إلى النسبة الكبيرة 53% بسكتر. هذه الشركة أهم صفة فيها إنها ربت أجيال. كنت دائماً أقول هذه مدرسة تعلمنا منها كنا تعلمنا من المدير العام إلى أقل واحد. كنا نركز على المهندسين خريجين الجدد من الجامعات يجون. عندي مجال العمل محدود كان بالأردن. كنا نأخذ عدد أكثر من المطلوب. أنا ما محتاجين. حتى خلينا تقريبا كل شغلة بدل أربع واحد خلينا أربعة مهندس ناخذ يتدربوا سنة بعد سنة نمتحنهم نشوفوا نعينهم ونركز على التعيين بهم أكثر من اللازم طبعا كانوا خبراء أجانب أنا أذكر جيت بال 84 كان 23 خبير أجنبي بعد فترة قصيرة اكتشفت بعد كم واحد فيهم صدق خبير ولا الباقي الإدارة السابقة والمستشارين السابقين جابتهم بالرغم من وجود نواقص كثيرة كانت بالتصميم كله حاولنا بنتي نسفرهم بسرعة خلصنا اعتمدنا على كادر الوطن وانتقاد المهندسين عمال كان عندنا فوق 200 عامل هندي باكستاني شيء منها نمشي نسفر وناخذ عمال بوليتكنيك ركزنا على البوليتكنيك فاعتبر هذه المهندسين مدراء كلهم أقسام كلهم وطن أردنيين وعمال كذلك كلهم بوليتكنيك متعلمين هذا هي المكسب الكبير بالنسبة لشركة البوتاس وبالفعل
عام 86 وصلت الطاقه الانتاجيه 1.2 بتاخير سنه واحده. بدينا بعدين زياده الانتاج طبعا السنين الاولى كانت صعبه، عندنا تعجيلات كثيره. فالمهم كله على ساعد المهندسين الاوائل الرئيسيين كانوا، وبنينا جيل جديد من المهندسين الشباب اللي اخذوا الشغل بيدهم، وصار انتماء كانه الشركه صارت كانه ملك لكل واحد من عندنا. يعني انا اذكر الايام ذيك طبيعه المهندسين شلون كانوا يعملوا، يتاخروا ورا الدوام، تقول لهم الدوام مو مهم، تجي بساعه معينه وتطلع بساعه معينه، تطلع شويه ما تطلع، بس وقت ما يريدك انت تكون موجود، ايش قد ما يحتاجك المصنع تكون موجود. فهذه هي الفلسفه العامه شانها. المهم اخيرا يعني اصبحوا كل الكادر كادر وطني، كل الخبراء راحوا، سفرناهم باسرع وقت ممكن، وكان هذا هو المكسب الكبير بالنسبه، وتطورت الشركه، زاد الانتاج وزادت الطاقه، وشجعنا مثل ما قلت شجعنا يعني المهندس مهندس رائد كان واحد من المهندسين اجى قابلنا، انا اللي قابلته اول ما قابلته. اذكر من المقابله مالته ما انساها، جاب لي ابراهيم حلامه قال لي هذا مهندس اتصور جيد هذا. قلت له خليني اشوفه، كنت احب اشوف كل مهندس يتعين احب اشوفه. من قابلته سالته كم سؤال عجبني شيء، شوفا قال لي ما اعرف، احب اللي يقول اللي ما يعرف يقول ما اعرف ما يقول ايه. قلت له بس اريدك هسه انت تحلل شلون اذا تيجي تجاوب شو تجاوب شو تفكر شلون تفكر. قام يقول لي نقطه نقطه شلون يفكر، يعني اسلوبه ان يكتشف شلون يفكر بالها. قلت له عينول هذا المهندس، هذا خوش مهندس عينول. قالت زوجته متخرجه وياه، قلت له عينول زوجته وياه حتى يكون انتماء اكثر، يكون هو زوجته ساكنين بالمدينه السكنيه ويكون زوجها. هذا مثل واحد. ومرينا بذكريات كثيره، وكل الاخوان الموجودين بالاوائل كلهم ذول يعني عشنا حياه اجتماعيه حلوه همينا مع بعض. كنا يعني وجودنا بالغور كل الوقت، كنا نحب نبقى بالغور مو نجي العمان، كنا نحب نجي. فكانت مليئه بكل شيء. اذا اريد اكتب اقدر اكتب كتاب عن مو بس الشغل، عن الحياه الاجتماعيه والعلاقات. وشكرا جدا. ومندوب عن احد رجالات الخيمه، لانه الان عرفنا شو يعني رجالات الخيمه. المهندس عمري، مهندس عمري يا ريت اذا بيقدر يحكي لنا عن فتره الخيمه وليد. السلام عليكم. فتره الخيمه يعني بالاغوار الجنوبيه سنه 76 بالخيمه، يعني شو بده يكون الجو هناك؟ صعب احكي عنه لانه مش ممتع الحديث عن الجو. عفوا يعني اسف يعني، لكن واحد مصيبه كان او اصيب باليرقان من بعض الاشياء اللي بتحوم في الجو، والثاني نقلوه على المستشفى مشان ركبه. ولما اول مره يجوا الشركة المقاول وينفي مشان يبني الملاحات، عيسى اجى يركض يقول لي في ثلج في ثلج في جايبين ترمس وفي ثلج. فيعني كانت شيء ممتع، كان في مي حقيقه. كان غور الصافي والغور المزرعه والحديثه اللي الان هي مليئه بالعمارات وبالمحلات وبالسوبر ماركت، حقيقه انا اذكر انه كان في دكانه واحده فقط بغور الصافي فيها كم علبة سردين وبندورة، الغور مشهور في البندورة بس، هذا اللي كان موجود. صاحبها أحد الأشخاص نايم على بابها، الدكان أصبح نائم في البرلمان بعدين على فكرة. يعني بدون ذكر أسماء. فهذا كان الوضع اللي بالخيمة، وبالتدريج المتعاهدين وشوي شوي، وكانت الإدارات العليا تدعمنا بشكل كبير حتى مثل ما تفضل ابو غازي حلت العماله الوطنيه محل العماله الاجنبيه كاملا. وفي كمان شغله بدي اذكرها تكمل الحكاء ابو غازي، انه من انجازاتي اني انا اول شخص قابلت رائد الصحه لما اجى قابل، انا اللي قابلته اول واحد، وبعدين بعثته لابو غازي واتخذ القرار في الموضوع. شكرا لكم جميعا، كل الاحترام.
احنا مرحب بالجميع. يونس انا في شغله افتح فيها بس يونس مدادحه عن الارغام اللي شاركت في زيارتها انا والاخ عيسى يمه. بس انا اذا الاخ رائد هاي شغله الاخوان ما كلهم حتى في ناس جديد في البوتاس ما كان بيعرفها عنها. في 76-77 طرحنا العطاء لبناء السدود اللي حكى عنه الاخ رائد. بدينا نبني في السدود على متعهد انجليزي اسمه وومبي، وكان اذكر العطاء قيمة 42 مليون دينار أردني. بلش المتعهد يبني، لقينا ألغام موجودة على الشط وعلى المنطقة اللي انحصر فيها البحر الميت، جزء منها أو معظمها كان washed mines بسبب الفيضانات والهاي. فالمتعهد رفض يشتغل. أنا كنت more or less in charge في الموقع، حكيت مع المرحوم علي الخصاني الله يرحمه، وبالمناسبة بثني على علي الخصاني وعلى علي نجور بوث. فكان تلفون مش مثل تلفونات الحالية اللي انتم تعرفوها، تلفون من المحطون الأمن العام تذكر يعني، بقول له هذول في اضراب واضربوا وجايبين عندهم كادر واليات وبدوا في الشغل. ثاني يوم الصبح قال الساعه 6:30 بجيكم الصبح، الساعه 6:30 اجانا. المهم رجع على عمان وسوى اتصالات وكذا الى اخره، ودونا فرقه من الجيش، واشكر الجيش العربي مشان ينظفوا الاضراب. المشكلة أجوا وصاروا ينظفوا. بذكر زينون بابارويزو تذكروا يا عيسى، كان نعطيه سيرتيفيكيت أنا وعيسى والمساحين إنه من تشينج كذا تشينج كذا، يعني من النقطة هاي للنقطة هاي this area is more or less clear of mine. يقول لك ما بشت، يعني وصلت فيه الوقاحة يا أخوان إنه قال أنا ما بشت. هسا اقول لي انه هاي المكتبه هو المنطقه اللي احنا فيها فيها الغام 100%، ما فيهاش الغام. في واحد يقول لك تصور فيها لما رحنا على نشرب القهوه ما ادري ايش. ما اجى وجاب 42 مسمار، انا ما بعرف ان هن 42 مسمار، يعني انا بذكرها 100% من الموضوع هذا. قال انا في المنطقه بدي احط فيها حديد واشوف هذول الاخوان في الجيش العربي بيطلعوه تبعين ال 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 والله والله يا اخوان. وبالفعل راحوا وحدد المنطقه وقال انا حاط فيها كذا ما قال مسمار حديد او ستيل، وراحوا طلعوه 22 مسمار. اوكي رحنا صار واحد. هذه المشكله الثانيه انه احنا لما بدي انا انظف وين المخطط؟ انظف مثلا دايف واحد من تشينج زيرو لاول 500 متر، هذه فيري سوفت ماد اريا ما بقدر امشي بغرز فيها. فكنت انا وعيسى قبه نحط ماد فاونديشن، يعني قطعه مثل مربعه مثل البلاطه هاي، نربطها في جرينا ونمشي هيك، ومو ندور على ورد ندور على الغار ونمشي للنقطة هذه. المشكلة الثانية إنه ثاني يوم لما نجي من هاي النقطة لقدام شوي، لقدام شوي ما بيخلص النهار وإحنا ما كملنا. قلنا شو بدكم؟ قالوا لنا طائرة هليكوبتر هون يعني مثلا هنا على السد رقم 2 وهذا جزء رقم 2 هذا واحد وهذا خمسه وهذا اثنين، يعني احنا نظفنا من هون لهون، بدنا ننظف من هون لهون وبعدين واحد وما جرى. فطلبنا هليكوبتر، قالوا لنا الجيش ما فيه هليكوبتر،
راعى الخصاني الله يرحمه ويسامحه وحكوا مع الجهات العليا وجابونا. قال رئيس هيئة الأركان آنذاك كل الشكر والفضل له كمان في بناء هذا السد اللي هو الأمير زيد بن شاهد. قال شو أنا عندي جيش ما بيمشي؟ شو ما بصير حقا؟ جاب أجا وزار الموقع ولما شاف السبخة وترمي فيها حجر صغير هالقد تنزل ما تشوفها على مترين ثلاثة وياما ما ناس كثير والغام وكذا والآخر في السبخة، قال يا عمي والله طائرة واحدة ما بكفي لازم سنتين. لما أكون أنا وعيسى والقياسين والمساحين وصلنا هنا ها وواحدة هاي خربالي بجوز لازم يكون عندكم ثنتين واحدة ستاند باي مشان إذا خربت واحدة يلحقونا يسوونا في الصيف. فما أود أطول على سوالي كثير في البوتاس ونفتخر بيها ونفتخر في كل اللي اشتغلوا في البوتاس ونفتخر في البوتاس حاليا ومستقبلا والله يوفق الجميع. وأشكر الحكومة الأردنية وبشكر الإدارات السابقة واللاحقة وبشكر رئيس هيئة الأركان وزارنا جلالة الملك حسين الله يرحمه كذا مرة ومرة من المرات هاتن خصوص الله يرحمه هاتن توقفه هاتن أجانا الملك حسين في بداية قدام نشتغل أجانا الملك حسين الله يرحمه هاد الطيارة ولا هاتن هزم قال أجون اليهود أجون اليهود والله وبشكر كل من ساهم في بناء هذا المشروع الكبير. شكرا لكم والله يا اخوان. فاتنا في الملاحظات السابقه وفي السلايدات السابقه لما حكينا عن اول ورقه قطفت من اوراق الشجره تبعت البحر الميت اللي هي البرومين. الحكومة الأردنية استثمرت 15 مليون دينار وصار جايها عائدات لغاية الآن حوالي 300 مليون دولار بعد مرور حوالي 17 سنة. طبعاً كانت بالبلسنج تبع الدكتور صالح الرشيدات، لكن ما لازم نغفل عن المدير اللي بلش في كل هذا الحكي اللي هو المهندس أحمد خليفة. ولا نقلنا على المهندس أحمد كمان يخاطبنا ويكتبنا. مساء الخير جميعا. يعني هذا شرف كبير لي اكون بين المخبر وخاصه رجال الخيمه. اول ما جيت على شركه بوتاس العربيه انا خبير سلاح الجو الاردني، بالتالي رئيس هيئه الاركان وقادم سلاح الجو والشريف زيد الله يرحمه والجميع لهم فضل كبير. الجيش مدرسه كبيره علمتنا وعلمت الجيران. جيت على سلاح على شركة بوتاس العربية بال 94 وقابلت الإخوان وبلشت أشتغل معاهم على أساس إنه جزء من الشركة القاربة اللي هي كانت تسمى شركة صناعة البحث الميت. فخرجت من الجيش ودخلت على دائرة المشاريع وكانت معي الخميس اللي صممت الشجرة في شركة القاربة. الحقيقة مشروع البرومين هو مشروع مهم جدا بالنسبة للأردن. رأس مال الشركة حوالي 30 مليون دينار أردني، 15 من كل شريك في شريك محلي شركة بوتاس العربية وشريك أجنبي شركة البمار. بلشنا الاستثمار 145-142 مليون دولار بطاقة بداية ببرومين ومنتج آخر، ومع مر الوقت كنا دائما طبعا الحقيقة إنه شركة برومين الأردن تتميز كمان إنه بجوز هي من المشاريع اللي انبنت بشكل كبير باستعمال الخبرات المحلية. يعني كنا إحنا بسموه engineering project procurement construction management project، هو كان عادة دائما المشاريع تقال عطاء على مقاول بسموها تركي، وإحنا بالنسبة لنا بدأنا بسيستم جديد اللي هو engineering procurement and construction management، فبالتالي عظمنا الفائدة المحلية وعظمنا استخدام المقاولين المحليين وتدريبهم وتأهيلهم كما يعني بناء الشركة في نفس الوقت. وخرجت الشركة ناس كثير تعلموا في المصنع أثناء البناء.
بلشنا ننتج وبلشنا نتوسع سنة ورا سنة، كل 3-4 سنين عندنا قفزة الحمد لله. الآن صادراتنا تزيد عن ربع مليار دولار. شركة برومي لندن لما بدأوا ب 30 مليون ب 99، الآن صادراتنا حوالي 260 مليون دولار، مليون دولار، والاستثمار حوالي 350 مليون دولار. الشركاء حطوا 30 مليون دينار، واخذنا قروض من البنك الاسلامي تبع جده. طبعا كل هذا التسهيلات اللي حصلنا عليها ما كان ممكن نحصل عليها الا لانه كان في ثقه بشركه البوتاش العربيه وامكانياتها وقدراتها والكفاءات اللي موجوده فيها من الناحيه الفنيه ومن الناحيه الاداريه ومن ناحيه الكفاءه الماليه لدعم المشاريع اللي انبثقت من الشركه الخاصه. فبالتالي استدلنا 50 مليون بنك الاتحاد الاوروبي، 29 مليون الاسلامي، وكان يفاوضوا عنا بهاي القروض وبالعقود الكبيره كمان زملائنا في شركه بوتاس العربي. فتوسعنا ب 2010، توسعنا ب 2013، توسعنا ب 2015، واحنا الشركه الوحيده اللي خلال الربيع العربي توسعت 118 مليون دولار في عز الربيع العربي. ليش؟ لان ثقتنا باستقرار البلد وامن البلد ونجاح الاستثمار. لما يكون الاستثمار حقيقي بين شركاء حقيقيين، كل واحد بيعظم الفائده اللي ممكن يستخدمها يستفيدها من الشريك الاخر. البوتاس بقدم اشياء، الشركه الاجنبيه بتقدم، مع بعض طلع مشروع ناجح. والان حاليا طبعا بالمشاكل الجيوبوليتكس الموجوده في المنطقه، الان احنا حاليا كمان نتوسع كمان 50 مليون دولار. فاحنا يعني الربع مليار اللي وصلناه هذا طبعا كان طموح كبير، وكان يعني لما نتصور احنا بال 2003 كنا بجوز ننتج 20 مليون صادرات، الان احنا ضربناها في 10 خلال 12-13 سنه. وكل السواعد اللي بتدير المصنع الان سواعده، يعني من يوم ما عرضوا البوتاس الاخوان احنا استمرينا بالتعليم. كان يصدف عندنا واحد او اثنين اجانب، لكن بالحقيقه معظم الشباب عندنا، وهيك في شباب منهم حاضرين يعني، كلهم سواعد اردنيه وكفاءات اردنيه. اللي بدي احكي لكم اياه وانا بفتخر وبجوز تكون مفاجاه للبعض، انه التوسع ال 50 مليون اذا بتنزل على السايت بتشوف مين بنفذه. اللي بنفذوه هم عباره عن موظفين سابقين في شركه برومي الاردن وشركه بوتاس. فهم هذول الاردنيين اللي بنوا المصنع بدايه، الان هم اللي عم بتوسعوا بالمصنع. نفس الكفاءات، اذا بتذكروا اسامي كيف احنا عندكم خير، يعني احنا بجوز كرفان ايام ما كانت الدنيا شوي متطوره. فما بدي اطيل عليكم، الحمد لله قصه نجاح. وزي ما حكى الاخ رائد، يعني لازم نضوي عروق، لازم نضوي سوري اوراق اكثر، وبعدين الشغله مش مستحيله. واحنا هلا مبسوطين من الاخ المناصير، مجموعه المناصير اشترت شركة المغنيزيا، وبلشنا نشوف الحياة بتدب بهاي الشركة، وبلشنا نشوف الأشياء اللي بفكروا يعملوها. وإن شاء الله خلال سنة كمان تسمعوا إنه كمان ورقة من هالأوراق الواقفة أضاءت أضاءت وانتعشت، وإن شاء الله بنسمع عن مشاريع ثانية في قطاعات الكيماوي. زي ما حكت الأخت اللي بدرس كيماوي، على فكرة إحنا لما كنا درسنا الجامعة كانوا يقولوا هندسة مدنية وطب وهندسة ومش عارف إيش. الهندسة الكيماوية هو علم كامل متكامل، هو عبارة عن يختلف. يعني أنا مهندس مدني، لما أحكي المهندس المدني ببني عمارة، بزيد مساحات، بطلع عمدان، بنزل جدران، بحفر أساسات، بس ما بطلع إشي جديد، كلها خشب وحجر وكذا. بينما الكيما إشي ثاني، بطلع أشياء بتحيي الحياة وبتطور الحياة وبتنعش الحياة. صار شكرا. هذه عين ممتازه للهندسه الكيماويه. بنرحب فيك يا مهندس احمد، يعني معطوك عضويه فخريه كلها. انا برشح يعني نعطي عضويه فخريه كلها. ايش اكون مبدل يحكي لك؟ لا ما كتفوا الاخوان ووفوا يعني ذكريات ذكريات. احنا اسمع ذكريات على الاخوان. انت عم نقاش، نفتح النقاش ان شاء الله. احنا في هذه الصناعه وفي كل صناعه الاتصالات
لازم ما ننسى انه في اشخاص كثير قدموا ارواحهم خلال العمليات هذه. فيا ريت المهندس صلاح الدين بريده يعطينا بعض هذه الاسماء وحديث عن بعض اللي فقدوا ارواحهم خلال عمليات التصنيع. تفضل. معلش اعقب على طبعا اذا عندك مهندس عيسى قام واكيد يعني ولا واحد من التعريف هو التاريخ عندنا السابق هو مدير المشاريع في شركه الغاز العربيه كلهم مهندس عيسى قام سبع سنوات لكن هو اللي اقام كل المشاريع وكان مشرف عليها. تحيه للجميع، شكرا للنقابة، شكرا لشعبة الهندسة المدنية، شكرا للجنة الكيماوية. لسه شوي نحكي عنها. شكرا للجنة الاجتماعية. الواقع بس أحب أنوه لنقطة إنه مشروع البوتاس يحوي خبرة ومجال لكل التخصصات العلمية وكل التخصصات الهندسية كانت موجودة في شركة البوتاس العلمية والهندسية. هذا جانب. صعوبة شركة مشروع البوتاس كانت انه مبني على انحصار البحر الميت، منطقة صبخة طينية لا يمكن تقدر تمشي عليها بدون ما تعمل لك خف زي الجمل تربطه شكفة خشب 30x25 تقدر تمشي. كانت المشكلة اللي نوه إلها الأخ المهندس يونس مدادحة مشكلة الألغام، لما ظهرت شكلت عائق كبير وساهمنا في جهد كويس إنه نساعد الخلاص من هاي المشكلة، طبعا بالتنسيق مع سلاح الهندسة الأردني. كنا في مرحلة من المراحل أنا كان معي جياسين اثنين، بتذكر انه واحد منهم باولها جاب معاه قفه وكنا نجمع الالغام ويحملهم بقفه ويسلمهم لسلاح الهندسه في مناطق قبل ما يدخلها افراد سلاح الهندسه. فكانت المشكله الصبخه والالغام هاي المشاكل. هنالك خبرات في كل التخصصات موجوده في الهندسيه في مشروع البوتاس، الهندسة المدنية، المعمارية، الكيماوية، الميكانيكية، الكهربائية، الجيولوجية، كل المجالات موجودة خبرة في شركة البوتاس. وخرجت أجيال سواء من تقاعد ومن يعمل ومن ترك أخذوا خبرة واسعة في كل هذه التخصصات. اللي الواقع بالنسبة للنقطة اللي أثيرت في خلال بهذه المنطقة اللي تجمع منها الألغام، منطقة صبخة طرية جدا ومليئة بالأملاح، وبشهر 6 شهر 7 تصل درجة الحرارة بالأغوار فوق 50 درجة مئوية، والصبخة هذه مع الأملاح الطين ترتفع امتصاص الحرارة بترتفع درجات عالية. ففي أحد المرات كان فريق من سلاح الهندسة بشهر 6 أو 7 عم نازل جولة حتى يجمع ألغام ينظف المنطقة. كانت تجربتهم مع التعامل بالصبخة تجربة ببدايتها، غرزوا في المنطقة وما قدروا يطلعوا. لما كيف لما بتشوف واحد بنزل في صبخة مساحات شاسعة بعيدة وما قدر يرجع ينزلوا، كان ضابط الواقع ملازم ونزلوا أصدقائه أو جماعته الجنود حتى ينقلوا كمان ينزلوا في الجسمه. المهم في الأخير بعد جهود أنقذوا، استشهد فيها الملازم والبقية صابتهم صدمات من الحرارة، اسعفوا نقلوهم في طائرات هليكوبتر. في حق الألغام كمان واحد صابوا لغم وراحت رجله، الواقع راح واحد بس استشهد في الأغوار. وشكرا للجميع. يا اخوان بس كمان مداخلة اخرى على فريق البوتاس. لما حكينا في الثمانينات تم انشاء المصنع في 82، كان جلالة المرحوم ملك حسين والامير حسن، وكان هذا الرجل رحمة علي الخصاونة
هو اللي كان رئيس مجلس إدارة هذه الشركة في تلك الفترة أو مديرها العام، وهو من بدأ البناء. وفي مرحلة لاحقة أصبح قبل ما يجي الدكتور صالح الشتات رئيس مجلس إدارة كان معالي علي نسور رئيس مجلس إدارة لشركة البوتاس العربية ومديرها العام، وهو الذي ثبت التسويق في تلك الفترة. بسم الله. نفتح المجال للأسئلة إذا بتحبوا. نحط لك هاي هيك زوجة. تفضل. لا تكتب إيش تقول. الله يعطيك العافية يا مهندس. طيب. تسلم. في سؤالين هيك بسيطات. Go ahead. بالنسبة للبروجكت المشاكل اللي كنت بتعلمها بالنسبة للبروجكت بالنسبة للكريستاليزيشن والجولد كريستاليزيشن شو الطريقة؟ اخذ السماعه ولا اجي عندك ولا بدك اياها تشتغل هاي؟ طيب يلا اذا تشتغل. عمي ابو غازي هو بيسال على شغلتين، بيسال على الكروجين بصفتنا بنتعامل مع الاملاح صح؟ شغاله؟ طيب يلا. السؤال الاول كان عن الكروجين. نحن نتعامل مع املاح كثيره في البحر الميت صح؟ كيف تم التغلب على هذا الكروجين في المصانع وفي الحصادات؟ هو موضوع متخصص، انا بعرف انه موضوع متخصص، يمكن اقدر اجاوبك عليه انا واسماعيل الداقور لانه في علم المصانع. لكن سؤالك الثاني كريستاليزيشن اوف كولد كريستاليزيشن، كيف الطريقه هي كريستاليزر ولا جيتر ولا في شيء فن فيها ولا كيف هو نظام الكريستاليزيشن؟ مثلا كريستاليزر اجيتيشن ممكن نضيف سيد مثلا عمليه الكريستاليزيشن، بس كيف تعال اسماعيل لانه كان في المصانع وهو بيستطيع يجاوبك على هذا السؤال الثاني خاصه الاول كريست. الله نشارككم بالنسبه للمسائل الكروجين مشاكل الكروجين اعتقد مشكله البوتاس هي من اكثر الشركات الموجوده في الاردن تعاني من موضوع الكروجين والايروجين نفس الوقت. موضوع الكروجين صعوبته تأتي من وجود نسبة كبيرة من الكلوريدات الكلور في مياه البحر، يضيف إلى ذلك درجات الحرارة العالية تصل إلى 100 درجة وأكثر أحيانا. الكلور على 100 درجة وأكثر تتضاعف إكسبونينشال كل باحترام قوة تأثير الكروجين. هلا لمعالجة هذه المشكلة من أكثر الشركات التي تستخدم النوبل ميتال أو النوبل ماتيريال زي مونيل و400 وإنكونيل 625 من أكثر الماتيريالز وأغلاها عالميا وبكميات كثيرة جدا، يعني تصنع كثير من التركات والخزانات من مادة المونيل 400 اللي اشتريتها تصنع من مادة الإنكونيل 625 طيبات بأحجام أطوال كبيرة جداً وأطوال كبيرة جداً. بدي أختصر أنا عشان ما أيوة. نروح على الفلوتين الكريستاليزيشن بسرعة. هناك طريقتين للبلورة في شركة البوتاس. طريقة البلورة الساخن اللي هو يكون المحلول مشبع بكلوريد البوتاسيوم ويتم البلورة تحت داخل أثر راجع. فأنت عندك دوك آي، عندك أنوية بسيطة موجودة في البوتاس يتم البناء عليها نتيجة نزول الحرارة بوجود الضغط الجوي المنخفض في الفاكيوم، فبصير عمليه كريستاليزيشن او تكوين انويه والبناء على الانويه، يعني ليشر ريت وتريفليشر ريت زائد البروف ريت. لا يضاف اي شيء، المحلول الساخن يتم تبريده محلول مشبع بكلوريد البوتاسيوم اندر فاكيوم يتم تبريده اندر فاكيوم وتتم عمليه البلوره. في طريقه اخرى البلوره اللي هي البلوره البارده واللي سميت البلوره البارده تتم على درجه حراره عاديه. طريقة مختلفة شوي، يتم تكوين الأنوية من ذوبان المغنيسيوم كلورايد وذوبان الكي سي ال ماشي اللي هو البوتاسيوم كلورايد بدون في نفس المحلول تشكل أنوية صغيرة ويتم البناء عليها، لكن الاختلاف الوحيد على درجة حرارة. بديش أطول الموضوع. أبدعت
كل الشكر، يعني أظن وصلت رسالة، وإذا ظل إشي ملاحظات نخليها مان تو مان عشان نفسح المجال للناس الثانيين إذا كان عندهم أي سؤال. من يسأل؟ تفضل يا معلم. شكر لك على السماعة السيد سامي الجيوسي، المهندس سامي الجيوسي. شكرا. حبيبنا وأخونا. شكر لك على الصورة الكاملة والشاملة اللي أعطيتنا إياها من ألف دليات. بس في معلم دخول الشريك الاستراتيجي انت ما توقفت له، بس تعطينا فكرة ايش اللي حصل؟ دخول الشريك الاستراتيجي الشركة الكندية بي سي اس كان ب 2003، ودخل بعهد اللي هو يسمى عهد الخصخصة في تلك الفترة. حقيقة عمل فاليو ادد من كان ان كان خبراءه اللي كانت موجودين، تغيرت الصناعة بحيث صار السيفتي من الأشياء المهمة، الانفايرومنت، التسويق، لأنه هذا أكبر مسوق في العالم، فكان يساعد كمان في عمليات التسويق بحيث تكون تفتح الأسواق لنا وبإيرادات أعلى. الآن هو الآن راح يخرج، انتهى يعني، فخلال فترة 16 شهر الشيخ جعفر بده يكون خارج الشركة وسيبيع حصصه، سيبيع الحصص هاي. يعني نتمنى إنه هاي الحصص تروح مرة تانية للأردنيين إذا كان في عندهم كاش أو الحكومة أو الضمان الاجتماعي أو، ولكن إذا كمان إجا مستثمر مكانهم سيبقى يملك فقط 28% والباقي للحكومة الأردنية والحكومات العربية بالكامل. على الخصخصة أكثر ما هذا موضوع الخصخصة موضوع خاص، هذا رجل حكي كثير إذا يحكي مو مناسب. تعال معلم، تعال ما في شيء، هذا سؤال وأنت يعني كل واحد له وجهة نظر. البوتاس بعد عام 1989 ذكرنا الخسائر، كانت خسارة 40 مليون غطيناها كلها، بالتسعين بدينا نوزع أنت أرباح من سنة 90 إلى اليوم. البوتاس تربح وتجزء أرباحها وتوزع 20% من رأس مالها كأرباح. شركة قائمة، ستاف مالها كلهم أردنيين شغالين ممتاز والتطور، وبدينا نزيد الانتاج مرحله بمرحله على اساس بدل 1.2 وصلنا مليونين، وعلى اساس اكثر من مليونين وصلت 2.4. جت فتره الخصخصه، خلي اقول هذه موده صارت، موضه خصخصه وموده. ليش خصخصه البوتاس؟ بدي اعرف ليش. لا هي شركه خسرانه، لا هي شركه بحاجه الى علم وشي، جابوا شركه الكنديه. أولاً هم مو سولوشن مايننج، ما يشتغلون بالواحد، كلهم مايننج ينزلون بالأرض 1000 متر، ينزلون كيلومتر ويدخلوا جوا الأرض ويطلعوا سلفنات، احنا نطلع كرنلات، يعني البروسيس مالتهم تختلف عنهم وما عندهم خبرة بها. فلا سادوا التكنولوجيا ولا علموا شيء، قالوا إعادة الهيكلة، هيكل شو هيكل؟ الشيء هذا تحطه منه تحطه هنا وضيع، حكي فاضي. وما زادوا الإنتاج، احنا كان بوقتها أنا تقريباً 200 نصير 2.4 بخلال عام 2004 2005. هم من 2003 لما خصخصوا الى ذاك اليوم ما زادوا الانتاج لهسه، بس هسه الانتاج ما زاد. يعني وش جبناه احنا؟ زادين الانتاج، زدتوا تكنولوجي؟ لا، بروسيس لا. شنو المحاجة؟ عباره عن مشروع عربي كله مشاركين عرب، صار اجنبي دخل بالبحر ميت، وصار إلى بالكونسيشن أخذ من البحر الميت، إلى حق البحر الميت يملكه نص، أخذ نص نسبة البوتاس الشركة الأردن حكومة. يعني نظرية كلها غلط وغلط للأسف. لما صارت هاي في 2003 لا زادوا الإنتاج ولا شيء. السعادة طلبوا منهم وكانوا ينافسونا بالإنبياء، كانوا هم منافسين عندنا. هسا صاروا هو إلهم كل شيء، وما كان حتى من يصير مشكله بالبوتاس. هسه الفتره هم اكثر منتجين بالعالم او مصدرين بالعالم، لما البوتاس يوقف منهم بس واحدهم يوقف. اوعى بس اوعى هاي انا هذا اللي بقوله. للاسف شركه عربيه اصبحت شركه لا داعي لها ولا ضروره لها، كلها من اول والاخير. هسه راح يبيعوها، راح يبيعون هاي النسبه. طبعا اشتروها ب 125 مليون حطوا، هسه 500 مليون تسوى. صحيح.
هو سؤالك هذا سامي، سؤالك هذا وجاوب عليه عمي أبو غازي بطريقته ووجهة نظره. هلا إذا كان على طريقتي بالنسبة لمياه أو بالنسبة لكنوز البحر الميت، إذا كان السؤال هم كانوا واضحين في بداية التعاقد مع الحكومة الأردنية، نحن لا نتدخل في أي شيء له علاقة في منتجات أخرى غير البوتاس، وارتضينا إحنا في تلك الفترة على أن نشاركهم بهذا الشرط. هلا بجوز الفترة الماضية ما كان في وعي بأنه يروحوا لمنتجات البحر الميت الأخرى عبر شركة ثانية مش بالضرورة شركة البوتاس. إن شاء الله بالعهد الجديد أو المئوية الجديدة يرجعوا مرة ثانية ويعملوا أي منتجات أخرى غير منتجات البوتاس غير كبوتاس. بعدين شرطه ومدير العام ومدير الموقع ومدير المالي منهم هذا مدير التسويق سيدي مدير التسويق سرقوه من عندنا سرقوه من عندنا ورجعوا في سؤال هناك يا اخوان حد يساعد بس في ال... بسم الله الرحمن الرحيم. حضرتك ذكرت الأمونيا والآن أتوتري اللي هي حبل الناتج. نعم. مقصودي أنا سمعت الميكيل أسم المركب ولا لا؟ أنت قصدك على كيماكو صح؟ نعم. تأخذ الأمونيا من شركة الفوسفات. نعم. تحول إلى نايتريك أسيد، والنايتريك أسيد يتحول إلى بوتاسيوم نايتريت بعد أخذ البوتاس من شركة البوتاس، ويبقى الكالسيوم كلورايد باي برودكت موجود لغاية الآن في الصحراء في العقبة، لكن هو أمونيا نايتريك أسيد بوتاسيوم نايتريت، وهو واحد من أهم الأسمدة وأغلى الأسمدة البوتاسية في 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 العالم. تفضل. شو تأثير قناة البحرين؟ هلا الهدف من قناة البحرين، الهدف الرئيسي هو إعادة مستوى سطح البحر إلى ما كان عليه في تقريبا الستينات، الثلاثينات صعب لأنه بتغطي الملاحات، فبالتالي على مستوى السد رقم واحد واللي هو مستوى 390، هذا المستوى ناقص 390 تحت مستوى سطح البحر. هذا من حيث النية الصافية بهالقصة هاي مزبوطة، لكن في كان تخوف واحد فيه، وأعتقد إنه الحكومة الأردنية والشركاء اللي موجودين فيها قاعدين بيدرسوا هذا الحكي، بأنه بحر الأحمر بحر صلفيت أساسه صلفيت، وبحر الميت أساسه كالسيوم، فباللحظة اللي تخلط الكالسيوم هذول المياه مع بعضها يتكون الجبس. هلا الجبس إذا تكون بصورة كبيرة وترسب في قاع البحر الميت ما في مشكلة، لكنه متوقع أن يترسب أن يبقى عالق في البحر، ويسمى ظاهرة في الكيمستري اسمها whitening effect. هلا درست ولا ما درست استكملت، أنا تاريخ اللي نعرفه إن إحنا كنا كبوتاس إن كان الجانب الأردني ولا الجانب الثاني ما كنا مع هذا التوجه في موضوع قناة البحرين لتخوفنا من تغيير كبوتاس. بالنهاية الحكومة هي صاحبة القرار وبتدور على المصلحة العامة أكبر. كبوتاس متخوفين من إنه مياه البحر الميت ستتغير الكيمستري فيها، وإذا صار الوايتنينج، لو حد يسأل ليش إذا صار الوايتنينج شو بصير، بصير البحر الميت هذا البادي الكبير اللي كان يمتص من الشمس طاقة سيعكس طاقة، فسيتغير الانفايرومنت والبيئة في كل منطقة. في سؤال؟ ما أعرفش أنتوا أصحاب. شكرا للجميع. وكلمة ختامية مهندس فدال رئيس اللجنة الاجتماعية. في سؤال؟ استني فدال. عليكم السلام ورحمة الله. تركز عليه نسبة تركيز المعادن الموجودة في مياه البحر الميت، هل هي تكون دائما ثابتة أم المدة اللي الفترة الزمنية اللي مرت أو التبخر أو الترسيب المياه الموجودة أو تبادل البعض، هل هي نسبة التركيز موجودة وكذلك مع الأمطار أو المياه الآتية إلى البحر الميت، هل تخفف التركيز هذه الأمطار؟ تمام. شكرا لك. البحر الميت له روافد روافد مائية حلوة، إن كان نهر الأردن أو الموجب أو التنور أو الحسا،
هذه كلها مياه عذبة تدخل إلى البحر الميت طول حياتها. في اللحظة اللي بتشيل هذه المياه العذبة definitely وصرنا نشوف البحر عماله ينزل مستواه، معناته سيتزداد التراكيز اللي خاصة في البحر الميت، لكن لن تصل إلى الدرجة التي تصبح ترسب الملح، واللي هو احنا منانا اصلا انه يوصل لمرحلة انه يرسب الملح حتى نخفف العبء على ملاحات الملح، لكنه التغير فيه بطيء جدا. والبحار المغلقة لها تيرمينولوجيز في العالم، في فترة من فترات حياتها ترجع مرة ثانية وتبني، بتغير المناخ، وهذا حدث في Great Salt Lake في أمريكا I think، انخفضت مستواها لأقل زي البحر الميت في البحيرات المالحة في أمريكا، انخفض مستواها إلى أكثر مما هو عليه حاليا، وعادت وفاضت وارتفعت مرة ثانية بتغير المناخ. الطبيعة تعادل نفسها، لكن كصيغة أملاح يوجد تركيز وزيادة. بشكل 90-91 عندنا ارتفع متر ونص، متر ونص البحر الميت، يعني كل سنة نزل متر، كل سنة ارتفع متر ونص. يعني هي لو تطلع أنت شفت الكيرف إنه عماله ينزل، بس حقيقة لو دخلت بالكيرف بطريقة صح كل 10 سنوات البحر بينزل متر 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 متر، بس كل 10 سنوات بيرجع بطلع متر 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 ونص زي التسعينات زي الألفين، وسيستمر هذا الحكي نتيجة الثلوج اللي بتيجي. وبعض المرات على فكرة بس هاي معلومة لكم، إنه البحر الميت ترى بلاش نعده ميت، أنا بحب أحكي عنه حياة لأنه مينرالز، بس حقيقة الجانب الآخر طور منه بكتيريا اسمها دونولايلا، طوروا بكتيريا اسمها دونولايلا تعيش في مياه البحر الميت. لما تعيش بهاي الملوحة بتطلع الجليسرين من جسمها، فأصبحوا ينتجوا الجليسرين من هذه الطفيليات. وإحنا اشتغلنا أظن بالدائرة الفنية على هذا المشروع مع جامعة مؤتة، وبنتجوا منه كميات جليسرين نتيجة إنه هاي البكتيريا اللي اسمها دونولايلا لما بتحطها في الملح تفرز الجليسرين باي برودكت وبصيروا لموا. يعني في خلايا حية في البحر، في خلايا حية في البحر الميت، ليس ميت نهائي، بكتيريا خاصة طبعا، بس بالنهاية عايشة، في خلية حية عايشة هناك. هلا غير المينرالز أنا بقول من البحر الميت أكثر نحكي عنه حياة في معادنه وكنوزه أحسن ما نحكي على هالبكتيريا. شو ستي سيدي تفضل اسأل خلاص أنا مش هلا مودي كسر الموظف سابق بالتصنع بها فقط، والمهم الصراع يتكفى وفد في موضوع الملاحات، بس احنا عبيت تحكي عن مشكلة صحيح البوتاس حاليا ومستقبلا، هاي مشكلة صحيح في ملح عام، مشكلة ملح عام مليونين طن ملح مقابل مليونين طن بوتاس انتاج سنة، لكن في كمان 25 مليون طن في الملاحات، هذا بطلع في ملاحات الملح قبل ما بلش في استخراجه مع البوتاس صحيح، وهذول بشكل مشكلة كبيرة للبوتاس من حيث تخلص منها بل يتخلص منها. وأعتقد أنه كان قبل 5 سنوات تثير موضوع توسعة الملاحات في الجنوب كدور صار، نعم صحيح، كان أنا طرح في هذا اللقاء أنه نعمل السدود للملاحات الجديدة من الأملاح من الملح نفسه، بدلا أنه والله عندنا نجيب كميات هائلة مليارات الأطنان من الرمال والرمال ونجيبها ونحطها مرة ثانية، وهي لها تأثير سلبي أيضا على الملاحات في أثناء عملية الاقتصاد، كما بتعرف الإحجار والإطفال والطين، فكان المفروض تغطية الملاحات مع السدود كاملة تستبدل بسدود ملحية بدل الترابية باستثناء السدود الأساسية اللي هي سد واحد وما شابه ذلك الأخ أبو عدي، بس الملاحات الكارلايت اللي مش عليها ضغط كان مفروض كل السدود حولها تكون من الملح، فهي طريقة للتخلص منها وتكون أنظف في البيئة. تمام، نبدأ بالجزء الأول اللي حكيت عليه اللي هو ترسيب 20 مليون طن من الأملاح. كويس، كانت هاي تترسب على حوالي 20 سنتي كل سنة في داخل الملاحات، اللي نضطر كل 10 سنين نرفع السد مترين. كنت بفضل كمان نحكي على مشكلة المشرومز اللي هي أنت كنت تحفرها لغاية لحد ما خلصت من البوتاس. المشكلة هاي مشكلة قائمة، وحلها ندلينا عليه بس بالحفارات بالميكانيكلز لا أكثر ولا أقل، حاولنا ندور على الأسباب،
هذه بيعترون، لكن انه ما كانش في ملح اصلا حتى تنزل سدود، ما كان في ملح اصلا. اه هاي واحد، هاي واحد. اثنين، الملح نفسه لما كنا بدنا نقص مشكلته وجيبنا الجيش القوات المسلحه يفجروا في الديناميت، لما كان يفجروا بالدايناميت ياخذ كاست، ياخذ 2 3 سم منه. صحيح. كيف بدك تجيب الملح من هناك وتبني انا 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 بس حكيت عن انا بس التوسع وليس عن ملح. نعم صحيح، نعم صحيح. التوسع الان في ملح، في ملح، نعم في ملح، في ملح. لكن انت الملح لما تبني فيه خاصه في منطقه الصافي، مش بدك تعمل الملاحات في منطقه الجنوب وتبنيها من الملح؟ ما هي كلها مياه الفيضانات تاتي هناك. تخيل عاد سد ملحي وياتي مياه فيضان، يعني طبعا انا ما راح اقدر اجاوب اكثر زي اللي خارج من المصانع مارل وغرافل. صح صحيح. ستي احنا اخرنا عليكي، شكرا كثير. لا ابدا طبعا بصراحه احنا كل مره بنتجمع بنكون حاطين تايم معين، بنكتشف انه فعليا لو انه في جزء ثاني راح نضل مستمتعين وراح يضل في اسئله. الحياه اللي كانت موجوده اليوم في المحاضره هي الحياه الاجتماعيه اللي احنا كنا ندور عليها كلجنه اجتماعيه اكثر من المضمون العلمي. استمتعنا بالاسئله، استمتعنا بوجود الروح العائليه اللي بصراحه جمعها المهندس رائد لتحكي لنا عن كل اللي سمعناه.